دوروك رح نتأخر، يلا أسرع. يلي بإيدك أمك ساوت لك يا خالتي خديجة، ساوت لي وحدة كمان. أنا مرة شفتها بإيدها فقلت لها تساوي لي وحدة مثلها. أنا كنت حبها للخالة خديجة كتير، وهي حكت لي عنك كمان. كنتي تتصرفي معها بطريقة حلوة. سجلتهم امبارح واليوم بتقلعهم من المدرسة مثل ما قلت لك. صباح الخير بابا. صباح الخير. اسمع يا حضرة المدير، أنا الست نبهات، عم تفهم شو عم أقول؟ مالي مضطرة برر شي لأي حدا. يلي بدك تقوله لوزارة التربية مشكلتك أنت مو مشكلتي. صباح الخير. أمي شو عم بتساوي؟ بدها تقلع الأولاد من المدرسة. شو؟ عن جد؟ طبعا هاي نهاية الأولاد الوسخين. أمي لسه هاي ضربة قوية كتير. لا 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 لا، ما بدي ولا واحد من هدينك الولاد بمدرستي. ما عم بقدر صدق انه امي ساوت هالشي. وانا ما عم صدق ردات فعلك الفاضية تجاه الولاد الوسخين. مو فاضية دوروك، هنن عم يلعبوا بمستقبل ولاد ممكن يتدمر بسبب خناقة غبية. المفروض يتعلموا انهم ما يقللوا ادب مع اسيادهم، هنن يلي غلطوا. ابني ليك انا كتير مزعوج منك من ليلة مبارحة. سكر على الموضوع ولا عاد تحكي، افطار وروح على مدرستك. وانتي بنتي كل شيء رح تتأخروا على المدرسة. عاكف انا ما بدي اشوف هداك الولد بالكافيتيريا، احكي مع مين ما بدك بسرعة وخليهم يقلعوا من هنيك. تمام حبيبتي، تمام رح اقلعوا، فهمت خلص. يعني خلص حقدتي عليهم وقررت تدمريهم صح ماما؟ اوف بقى انتي التانية، اوف لا تزيدي علي، ما لي رأي قتلك ابدا. طيب انا شبعت، صحتين وعافية. عادي وفطري، لا تروحي قبل ما تاكلي، بعدين بتاكل بالمدرسة. يلي ساويتي تصرف كتير رائع، برافو عليكي. وأنا صار لازم روح كمان بلا ما أتأخر. تمام حبيبي، يعطيك العافية، بشوفك المساء. نبهات اسمعي، قلتلك إنه اليوم عنا غدا عمل فلا تنسي. إيه هذا الموضوع مهم كتير، إذا قدرنا نتفق مع الرجال وقتها رح نكون مرتاحين لآخر حياتنا. لو سمحت عاكف لا تضغط علي، ما لي رايقة أبداً لأحضر غدا عمل مع ناس ما بعرفون. ايه مثل ما بدك حبيبتي، زوجة الرجال بتجي من لندن بطيارة خاصة بس مشان هذا الغدا، بس للأسف نبهات خان وما أنا رايقة بنوب. هيك بدك حياتي؟ تمام تمام. سوزان رح تكون موجودة؟ شكراً إليك. صحتين وهنا. ما رح يكون الوضع غريب بعد اللي صار مبارح إنه نجتمع أربعتنا؟ هالموضوع تسكر وما عاد ينحكى فيه. شو مشان الصحافة؟ حكيت مع جهاد قبل شوي، رح يمنع الصحفيين ينشروا أي خبر سخيف. كوني جاهزة على الوقت، رح أبعت شوفير لياخدك. وين الغدا؟ وين غدا العمل بالعادة سوزان؟ تمام. انتبهي على تيابك، بدي اياكي تكوني مميزة، مثلاً لبسي شي حرير، رح يكون في أشخاص أجانب. إذا هالموضوع كتير حساس شو رأيك جرب تيابه وتصور وأبعت لك الصور وأنت قرر شو ألبس. ما في داعي، بتحليها بمعرفتك. صباح الخير. صباح النور حبيبتي. صباحك بابا. صباح الخير بابا. أنا بعتذر على اللي صار، ما كان لازم نزل مستواي واتخانق مع البنت. هاي بنت بسيطة، لازم تعرفي مين الشخص يلي قدامك. أنا رح أمشي. يلا بنتي قعدي وكيلي لقمتين.
yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.